اتأخر سن الجواز أو تأخر سن الجواز دي ظاهرة الحقيقة انتشرت في الفترة الأخيرة، وما شملتش بس البنت بس، لا شملت الجنسين، البنت وكمان الولد. لكن هي في المجتمعات الشرقية بناخدها يعني بحساسية كبيرة جدا، خصوصا للبنات، يعني في مصطلحات كتير بنقول عليها وبيطلقوا عليها. كل ما بنت بتأخر سن جوازها بيقولوا عليها عانس. أنا ضد ده طبعا. طبعا سامحوني في الانترو اللي انا هقولها دلوقتي، ولكن دي جزء من الكتاب اللي هنتناقش فيه مع ضيفتنا. مشروع عانس ده كتاب بيوضح قصص قصيرة لبنات بقوا عانس في نظر المجتمع، وده طبعا استنادا لاخطاء ملهاش او يعني ملهاش اساس اصلا، ولا ليها ولا هم البنات دول ليهم دخل فيها، وكمان بنات متجوزين ولكن عوانس مش عارفه ازاي. تفاصيل اكتر هنعرفها من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، رحاب صبري، مؤلفه كتاب مشروع عانس. صباح الورد عليك يا رحاب ومنورانا. صباح الخير عليك. صباح الورد عليك يا رحاب. جدا على الانترو الحلوه للكتاب يعني. طيب احنا بنتكلم كده، كانت مروه في الانترو بتقول عانس ومفيش اصلا حاجه اسمها عانس ومفيش اصلا المفروض، هو المجتمع فيه المصطلح ده، احنا بالزبط. المفروض بقى نغير المصطلح ده. مزبوط. هو يعني ايه عانس اصلا؟ هو العانس دي كلمة بتطلق على البنات زي ما انتي قلتي، بس اكتر من رجلين، في راجل عانس وفي بنت كمان عانس علشان اتأخروا في سن الجواز. لكن احنا بننظر لها بنظور ان هي بقت على المجتمع، وان هي طفرة انسانية غير طبيعية، وان اكيد فيها حاجة غلط، وان لا ده مش موضوع نصيب بس، لا ده مفروض ان هي كانت تبقى اشطر، وان هي تفوز بالمعركة مع بقية البنات، وان هي تقدر تجيب عريس عشان تتجوزه. فاحنا بنصنف بنتعامل مع الموضوع ده من المنطلق ده، المنطلق ان هو مش بس يعني مين اللي قرر برضو النصيب. لا يعني من سن كام مثلا نقدر نقول ان دي عانس؟ ما ان انا برضو انا ضد المصطلح ده. دلوقتي احنا عندنا 11 مليون بنت عانس فوق ال 30. لا و 30 يعني يعني من 30 فيما فوق، بس احنا بنتكلم عموما من فوق 26 الناس بتبدا تعاملها على ان هي عانس، لكن الاحصائيات بتقول ان احنا عندنا 11 مليون بنت عانس في مصر. طب انا بقى يعني عايزه اتناقش معاكي، الموضوع عاجبني جدا ومستفزني في نفس الوقت. طبعا احنا مجتمعنا الشرقي بيفرض علينا احكام وثوابت ملهاش اي اساس من الصحه. ده حقيقي. فكره ان زي ما كنا لسه بنقول دلوقتي ان البنت بمجرد ما تيجي عند سن ال 29 يبدا اهلها بقى ايه يعملوا حاله من الاكتئاب. قبل ال 29 يعني 29 دي خلاص بقى دي اللي خلاص يعني كده خلاص مش عارفين نعمل فيها ايه، وتبقى حاله من الاكتئاب والاحباط بالنسبه للبنت في البيت، ولازم تتجوزي نشوف لك اي عريس. تمت ال 30 الكارثه بتحصل، ان انت تحولتي لعانس على حسب ما المجتمع بيسميها. وبعدين بنبدا نتعامل معنا لازم تقدم تنازلات. بالظبط كده. انا عايز اعرف ايه السبب الحقيقي وراء نظره المجتمع للبنت اللي بتتم ال 30 ان هي عانس. انا شايفه ان نظره المجتمع رجع اصلا ان في مفاهيم احنا بنتوارثها لحد النهارده مش قادرين نغيرها ولا قادرين نقتنع بغيرها. وفي نفس الوقت ان احنا ما عندناش فكره ان احنا نحس بقيمه اللي قدامنا. يعني الكتاب زي ما هو موجود فيه 9 قصص لبنات متجوزين وعانس وبنات مش متجوزين وعانس، لكن النص التاني من الكتاب بيحاول مع القارئ بلغه بسيطه يوصل له ان هو لو كل واحد حس بقيمه نفسه، ان ليه ربنا خلقه كانسان، وان هو ليه اكيد هدف في الحياه يحاول يوصل له، فهو هيقدر يحس بقيمه كمان اللي قدامه ويحس بقيمه نفسه، فبالتالي هيتعامل مع الناس بشكل كويس. هو يعني ومروه بتعمل انترو لحضرتك كانت بتقول ان كمان في زوجات عانس، يعني زوجات ده حقيقي، لان احنا زي ما كنت بقول ان احنا لو مش حاسين بقيمه نفسنا فاحنا هنبدا نخطئ في اشياء كتير. اول خطا احنا بنقع فيه او ده اللي كان محور الكتاب، الخطا الاختيار، ان احنا عندنا بنات يا اما علشان الظروف الماديه للاهل فبيضطروا ان هم يختاروا اي حد ويقبلوا علشان يشيلوا همهم من على البيت وعلى حمل الاب والكلام ده كله، او في جزء تاني ان هم انكسروا او انجرحوا او مالهم مش حاسين ان هم ليهم قيمه في الحياه، فبيقولوا لا انا اتجوز واقعد في البيت. المفهوم الدارج عندنا في المجتمع المصري او كمان كوطن عربي، فبيخطئوا ان هم يختاروا الاشخاص المناسبين ليهم، وبالتالي هي بتلاقي نفسها اتجوزت وكمان ممكن تكون خلفت، وفي نفس الوقت هي مش حاسه ان هي ولا حبت البني ادم اللي قدامها ولا قادره تعيش معاه حياه كويسه، ولا في نفس الوقت ملوش وجود برضه، يعني هو بس وجوده وشكل بس كده، بيئه مناسبه نفسيا. علشان هو دي النقطه. يعني في قصه او احد القصص اللي دايما انا بحس انها اكتر قصه مأثره فيا، ان في بنت علشان الاهل والكلام ده كله قبلت باول واحد ليها يجي لها، لان احنا برضه عندنا فكره الجواز ده شكل اجتماعي بيكتمل مع وجود البنت، اتجوزت بقى ليها شكل اجتماعي، لان احنا بنلخص نجاح البنت في الدبله. فهي دي الفكره او توليفه الكتاب. البنت دي اختارت بني ادم وخلفت منه ولد وبنت، وبعد فتره معينه من الجواز
الجواز، حاسه انها مش لا مش قادره تدي اكتر عواطف ولا تدي في البيت، وفي نفس الوقت مش عايزه تخون الراجل ده، فطلبت ان هي تتطلق. وكمان اهلها كانوا مقتنعين ان المؤخر والقايمه والكلام ده كله بيثبت حق البنت، فطبعا جوزها مرضاش يدفع فعمل لها قضيه زنا. فبالتالي هو خرج من الموضوع كله واخد كمان فلوس عشان يتنازل، لكن في نفس الوقت البنت ولا اجرمت ولا اخطات في اي حاجه في حقه، وفي نفس الوقت هي ولا قدرت تتجوز ولا قدرت انها تبقى كويس يعني ترجع زي ما هي كانت بنت. طب رحاب، انت شايفه ان احنا دلوقتي في 2016، هل في بنت النهارده ممكن تستجيب لاهلها في ان لازم تتجوزي عشان الناس ما تقولش عليكي وعشان الناس تقول عليكي وعشان ما تتصنفيش ان انت عانس وان انت سنك كبير ومحدش هيبص لك؟ يعني هل لسه في بنات بالعقليه دي بتخاف، ولا ممكن تقف قدام اهلها وتتناقش معاهم وتقنعهم؟ انا كنت فاكره في الاول ان دلوقتي 2016 والانترنت والتكنولوجيا والعولمه اللي احنا بقينا فيها ان الموضوع لا، ازاي بنت تقبل ان هي تتجوز بني ادم ما بتحبوش، او ان هي تجبر من اهلها على شيء، او نظره المجتمع تاثر في تفكيرها. لكن قبل ما اعمل الكتاب علشان شغلي كصحافه او ميديا، اتعاملت مع بنات كتير وفهمت ناس بنات كتير بيترجموا الموقف بتاع المجتمع ان هم يقدروا يوافقوا، هم ما في عندهمش مشكله ان هم ياخدوا بني ادم ما بيحبوش علشان الشكل الاجتماعي. يعني لو البيت حتى ما بيأثرش على البنت، او البيت ما مش هنقول ايه بيضغط عليها، لكن الشكل الاجتماعي بالنسبه لها هي الشكل الاجتماعي الخاص بيها. طب هل اتناقشتي مع حاله من الحالات دي؟ يعني هي مجرد بس عايزه تكمل المشروع. هو التسع حالات دي حقيقيه؟ لا، التسع حالات حقيقيه تقريبا. انا سردت 80. انت عندك كام سنه؟ معلش ارحب الاول. انا لسه بادئه في 23. انت صغيره جدا. يعني انا خريجه السنه. يعني اللي يشوف الكتاب والحاجات اللي انت كاتباها فيها يقول ان انت يعني مخضرمه، عندك خبره واحده هو كبيره. هو اول كتاب ليا، وانا اصلا شغاله مذيعه في قناه فضائيه بره. انت اعلاميه زميله يعني بحاول نفسي بقى. لا بحاول، مش بنافس، انا بحاول. فالموضوع بالنسبه لي جه يعني انا حاجه استفزتني. يعني كنت قاعده في قعده بنات في الجامعه باختلاف السنه الدراسيه وباختلاف كمان الثقافه والبيئه المحيطه بيهم، لقيتهم ان هم بيفضلوا كلمه عانس عن مطلقه. فالموضوع استفزني جدا، يعني ازاي في بنت 2016 زي ما انت قلتي بتفكر التفكير ده، ابقى مطلقه وما بقاش عانس؟ فلا، قعدت بقى فكرت في الموضوع شويه ودورت وراه. طب انا عايزه ارجع تاني للحاله اللي هي بالنسبه لها انها تكمل الشكل الاجتماعي او مشروع الجواز احسن من ان هي تكمل حياتها بشكل يعني سليم، او انها تعيش حتى حياه سعيده. تمام. لما بتشوفيها قدامك وانت بتقولي انك قابلتيها بالفعل من خلال القصص اللي كتبتيها. هما كتير على فكره، مش حاله واحده. يعني انا سردت 9 قصص من الواقع، علشان بس انا دي اول تجربه ليا، لكن الواقع مليان اكتر. بس قابلتيها وجها لوجه؟ ايوه. طب بتقولي لها ايه بقى؟ يعني لما هي بتيجي تقول لك انا اتجوز احسن ما اقعد في البيت ويتقال عليا عانس، وفي نفس الوقت اكمل الشكل الاجتماعي واخلف، وده تفكير فعلا نسبه كبيره جدا من البنات، بتتناقشي معاها بتقنعيها ازاي؟ انا عموما بدخل لها من الحته اللي انا مقتنعه بيها. يعني انا واحده من الناس، والكلام ده مكتوب في الكتاب عشان الناس بس ما تفهمش ان الكتاب بيقول لا للجواز، لا، الكتاب للرجاله وبيقول اتجوزوا، لكن الموضوع بس بيتلخص في ان انت تحسي بقيمه نفسك. يعني انت ممكن يكون عندك هدفك ان انت تعملي بيت، وانا هقول لك لا، الهدف لازم يكون منصب. الهدف مش شرط يكون منصب، مش شرط يكون شهره، مش شرط يكون مال. الهدف ممكن يكون بيت صغير او حد انت بتحبيه وتتجوزيه وتخلفي اطفال تعرفي تراعيهم وتاهليهم ان هم يحاربوا في الحياه. لكن الفكره كلها ان انت هل مؤهله لده؟ هل انت نفسيا لما تختاري بني ادم انت ما بتحبوش لمجرد الشكل الاجتماعي، بعد سنه واثنين وثلاثه، اصل الواحد مش بيتجوز عشان يطلق، بيتجوز عشان يبني طبعًا بيت وحياه طبعًا. فانت بعد سنه بيبدا حياه جديده. بالظبط. يعني انت بعد حياة سنه واولاد وزوج ويعني واستقرار. بالظبط. انت بعد سنه واتنين هتكوني عندك نفس الفكره؟ يعني ممكن الواحد يقول هي بتفكر كده علشان اللي مش بيمتلك الحاجه او اللي مش جوه الحاجه ما بيحسش بيها او بيبقى عنده رغبه فيها، لكن انت بعد سنه واتنين انت شايفه نفسك فين؟ فهي بتدخلها من جزئيه انت لو حاسه بقيمه نفسك، انت لو حاسه ان انت ليكي قيمه في الحياه اصلا، فهتقدري تختاري صح. مش مشكله بقى تختاري ان انت تتجوزي، تختاري ان انت تشتغلي، بس المهم تختاري، يكون عندك فكره ان انت حاسه ان ربنا كرمك بان هو ادالك عقل وخلك على شكل بني ادمه. يعني طيب رحاب، خليني، انت بتقولي في ذكرتي في الكتاب 9 قصص، كلهم مش متجوزين؟ لا، ما كل جزء يعني جزء فيه منهم فيه 4 حالات متجوزين وعانس. وسردت منهم واحده اللي هي اكتر واحده بصراحه مؤثره فيا، وبعد كده الخمس بنات بقى التانيين مش متجوزين. تمام. هل يعني هما بيقولوا لك حكايتهم، وبيقولوا لك مثلا كل واحده عندها مشكله ايه؟ اللي عندها مثلا مشكله مع الاهل، اللي عندها مثلا مشكله ماديه، اللي مرتبطه بواحد بس
الظروف الماديه مش عارفه اللي مرتبطه بواحد واتجرحت، لكن احنا ما عندناش ثقافه انها تخرج بره الازمه العاطفيه. يعني احنا كمجتمع شرقي ما عندناش. طب اوكي، هي في علاقه وفي حب، لكن ربنا ما ارادش ان هي تكتمل. طيب هل ازاي ننسى؟ انت بقى هل ذكرتي، يعني هي المشكله ذكرتي حلول المشاكل ولا ما ذكرتيش في الكتاب مثلا ايه الحل بتاع المشاكل؟ هو الـ 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 الصياغه بتاعه الكتاب ان انا في الاول 9 قصص بيقولوا حالات حقيقيه او حالات واقعيه. فاحنا بوري القارئ ان اوريدي في امثله ممكن انت ما تكونش شفتها في المحيط البيئه اللي فيك. وفي الجزء الثاني ببدا بقى من الاول من هدم كلمه عنوسه اصلا، يعني اللي هي فكره ان انا بحفز عند القارئ ان يكون ليك قيمه في الحياه، ان انت تكون بطل حياتك الوحيد، وما تكونش ما يكونش ان في حد هو اللي مستغل حياتك او ان هو اللي بيقدر يتحكم فيها. فهي دي اللي ممكن تحل الموضوع. يعني احنا ليه بندخل، يعني انا ما سردتش حقوق المراه ولا الاديان اللي كرمتها، ما اتكلمتش كلام دارج، لكن الفكره كلها من البدايه بقى، يعني خدت الموضوع من اصله. لو كل واحد حس بقيمه نفسه وخلى ليه هدف في الحياه، مش هنفضل واقفين لبعض على دي اتجوزت او ده ما اتجوزت. هي دي الفكره. طيب من خلال بقى الكتاب، وطبعا انت اكيد اخدتي وقت كبير عشان يعني تكتبيه وعشان توصلي فعلا للاسلوب البسيط ده اللي يقدر يوصل للقراء، وبالفعل انت حققت يعني نسبه مبيعات هايله جدا. لله. ايه اكتر المشاكل اللي شايفه ان البنات اللي مش هقول بقى عانس اللي بتتاخر في الجواز بتواجهها من خلال مناقشتك للكتاب؟ اكتر المشاكل بتواجهها في المجتمع هي نظره المجتمع. لا، بتواجهها هي شخصيا، هي شخصيا البنت اللي بتتاخر في الجواز، ايه اكتر الحاجات اللي بتضايقها هي شخصيا، على الرغم من ان هي ممكن تكون بتعافر وبتقاوح قدام الناس، لا انا جامده، انا محدش يقول لي انا، ممكن تكون كمان عندها منصب سياسي كبير او منصب في المجتمع، يعني ليها منصب، يعني ليها شان. يعني هي ما بينها وما بين نفسها طول الوقت احنا عندنا المفهوم ده في دماغنا ما بنقدرش نغيره. فالفكره كلها ان طول الوقت حتى لو هي وصلت لمنصب زي ما حضرتك قلتي او بقى ليها هدف او فبتيجي تحس ان هي لا قدام الناس ممكن من وراها يتكلموا عليها. طب هي ليه ما حدش اختارها؟ طب ليه في بنات اصغر من نفس السن في وجوزه؟ حاله نقدر نقول من عدم الثقه في النفس، بيبقى عندها حاله من عدم الثقه في النفس شويه. طبعًا. يعني ايوه طبعا. طيب خلينا نقف بقى ونبتدي ناخد راي الناس وفي العنوسه، ويمكن اول تليفون جالنا راجل. التاخر التاخر في الزواج. طيب. مش حاجه اسمها العنوسه، لا احنا المصطلح بس عشان يعني على اسم الكتاب مش اكتر. يا اسلام صباح الورد. الو صباح الخير. صباح الورد على حضرتك، اهلا بيك. الله يخليك يا فندم. ايه رايك بقى في مصطلح العنوسه؟ صباح الورد عليكم كلكم. صباح الورد، اهلا بيك. الله يخليك يا فندم. هو حضرتك الموضوع كله بيتمثل في ان كلمه عنوسه داخل المجتمع بقت تطلق على اولا وما فيش حاجه اسمها عنوسه مراه او عنوسه راجل لسبب. العنوسه مش عنوسه سن او عنوسه جسد، العنوسه عنوسه فكر في المجتمع. احنا بنعاني داخل المجتمع من فكر منحدر جدا جدا جدا، هو اللي وصل فئه معينه داخل المجتمع للاسم ده. برافو عليك يا اسلام، برافو عليك بجد بجد، انا بحييك. هم طلعوا الاسم دوت على الناس، طلعوا الاسم دوت على البنات. البنت تبقى عندها 30 سنه ويقول لك ده عانس، فمحدش يقدر يروح يتكلم معاها، محدش يقدر يروح يواجهها. مع انها بيبقى ليها افكار وبتبقى شخصيه قياديه وبتبقى ليها حاجات كتير. وممكن اهل الراجل لو هو مثلا عايز يروح يتقدم لواحد عندها 30، ممكن اهله يقولوا له طب ويا ابني ليه تاخد واحد عندها 30؟ طب ما تشوف لك واحد عندها حاجه 20 سنه. صح كده، بيحصل. اي صح مظبوط، ودوت بيحصل على ارض الواقع. انا احيي فعلا الاستاذه رحاب، تمام، ان هي قدرت تدخل بالكتاب بتاعها لقلب المجتمع. لان هو ده الصح. احنا محتاجين الشباب ديت تقدر تناقش المجتمع، تقدر تناقش افكار المجتمع، تقدر تغير فيه. احنا مش عايزين نطلع نتكلم وخلاص، مش عايزين نطلع نقول شعارات. احنا عايزين نقول يا جماعه في مشكله في المجتمع، المشكله دي ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها، ما ينفعش تبقى موجوده اصلا. صح يا اسلام، واحنا فعلا محتاجين ثقافه التغيير، ومحتاجين اصلا ان احنا يعني المصطلح ده ننهيه من حياتنا نهائيا. وبنشكرك وصباح الورد عليك. الله يخليك يا فندم. صباح الورد عليك. طيب احنا كمان معانا اميره. اميره صباح الورد. اميره معانا يا جماعه ولا الخط قطع؟ طيب
الخط فصل. حاولي تكلمينا مرة تانية. واضح ان الناس مبسوطة جدا بالكتاب. لا وكمان عارفة اللي عاجبني ايه؟ ان راجل هو كمان اللي بيتصل يقول الكلام ده. يعني برضو تلاقي معظم الرجال يقول لك يا عم دي عانس، يا عم مش عارفة ايه. يعني المصطلح ده هو التغيير موجود بس النسبة بتاعته مش واضحة قوي لان هم يعني احنا لسه قليلين. بس عايزة اقول لك بقى ان في نقطة مهمة اتطرحت دلوقتي من خلال مكالمة اسلام، انه فعلا الراجل لما بيجي يختار، وعايز اعرف منك ليه، الراجل مثلا لو عنده 40 سنة يقول انا عايز واحدة عندها 29 سنه 30 سنه اخر حاجه، يعني بياخد راجل كويس قوي اللي هو محترم جدا. ده في كتير كده على طول كده، يعني دايما ياخد الاصغر منه مش مثلا بسنتين. لا لا انا بتكلم ان هو بيروح ال 40 بيروح ل 25 و23 وده حقيقي بيحصل. لا بس ممكن يعني اللي هو اواخر ال 20 محترم جدا الراجل ده. ليه بقى الراجل بيعمل كده على الرغم من انه ممكن يختار مثلا هو عنده 40 ممكن يختار واحده عندها 38 37، يبقى حتى في نضج في التفكير في الثقافه في كل حاجه. هو بس مبدئيا احنا عندنا مفهوم برضو ان احنا طبعا عارفين ان البنت عقلها ادراكيا او النضوج بتاع العقل بتاعها كافكار اكبر من الولد، اكبر من واعلى من سنين. بالظبط 7 سنين. فهي الفكره كلها ان لما حد بيبقى فيه فرق كبير قوي ما بينهم، هو بيحس ان هي كده المفروض تكون فيها حيويه وفيها نشاط وفيها كمان ان هي بتكون وصلت، يعني اللي بياخدها صغيره بيحس ان هو بقى اللي هيبدا يربيها من اول وجديد، وان هو اللي هيقنعها بافكاره ويعودها على طبعه. المفاهيم دي كلها والجمل دي كلها ما زالت موجوده في المجتمع واحنا ما نقدرش ننكرها. لكن الغريب ان احنا بنلاقي بنات يعني فعلا بتوافق، بيكونوا مثلا معاهم ماجستير او بادئين في دكتوراه او مخلصين يعني مؤهل عالي، وبنلاقيهم بيوافقوا بالفرق الكبير جدا ما بينها وما بين الزوج لمجرد انها تهرب من نظره المجتمع او لمجرد انها ما يتقالش عليها عانس. فهي دي الفكره، وهو ده اللي بيخلي يكون في فرق كبير او ان حد يروح راجل كبير في السن يروح يختار البنت الصغيره. طيب خلينا ناخد ونرجع للتليفونات تاني وهنكمل الحديث مع حضرتك، لكن خلينا ناخد صديقنا العزيز استاذ مروان من اسكندريه. صباح الورد عليك يا مروان. صباح الخير عليكم. اهلا بيك. صباح الورد عليك يا استاذ مروان، ازيك؟ الحمد لله. قول لي رايك ايه بقى في مصطلح الانوثه والمصطلحات دي؟ المصطلح عانس ده عشان دي اولا يعني ايه مصطلح ايه موجة يعني بيبقى يعني جارح. مظبوط يعني هو يعني بيبقى يعني تاخر سن الزواج او ما حلفهاش الحظ للزواج اصلا. وبعدين هي دي ظاهره منتشره في يعني في المجتمعات العربيه والمجتمع المصري بصفه خاصه. طب استاذ مروان انت شايف ان يعني الظاهره دي متصلين برضه يعني مروان مش الاسباب كلها. استاذ مروان انت سامعني؟ أوه. طيب حضرتك شايف ان الظاهره دي انتشرت في الفتره الاخيره تحديدا ليه؟ اولا يعني ايه حاجه ده في الروابط الاجتماعيه دي حاجه، الظروف الاقتصاديه يعني البطاله دي برضه يعني خلت بس عايز اقول لك حاجه، ما يعني الظروف الاقتصاديه فعلا هيبقى لو هو لو الست هتبقى عانس ما هو الراجل كمان هيبقى عانس. هو بقى الحل فعلا لو زي ما احنا بنقول ظروف اقتصاديه البنت تتنازل شويه، مش لازم الشبكه والفرح. الظروف الاقتصاديه مثلا في واحده مثلا كانت بتؤجل الزواج مثلا بسبب اللي تقول الزواج ده مقيد للحريات، وهي مثلا بتبقى على قدر من الجمال وبيقدم لها ناس مثلا ناس بمستوى كويس. وفي مثلا طرف ثاني بيكون مثلا مؤجل الزواج اللي هي مثلا بتتعلم وبتكمل مراحلها التعليميه الاكثر مثلا مثلا بتعمل ماجستير بتعمل ماجستير دكتوراه وبعدين بيتقدم لها ومثلا وفي طرف بيجيلك بتيجي فتره بتلاقي الفرصه بتقل. ايوه دي نقطه مهمه برضو، ان في بعض الفتيات هم اللي بيرفضوا لان بيبقى عندهم مستقبل او عندهم حلم عايزين يحققوه بالظبط كده، وشايفين ان الجواز ممكن يعطلهم او الانجاب او كده، والموضوع ده ممكن يعطلهم. صح. زائد حضرتك مورثات يعني بتبقى مورثات برضو يعني ثقافيه ويعني مورثات قديمه، والبنت مثلا عشان يتقدم لها عريس لازم يجيب لها شبكه بمبلغ معين. طبعا المغالاه في الطلبات دي منتشره عندنا يعني اهم حاجه. طب قول لي يا مروان انت متجوز وانت عندك كام سنه؟ انت متجوز وانت عندك كام سنه؟ انا متجوز يعني وانا عندي 29. وانت دلوقتي عندك قد ايه؟ عندك قد ايه دلوقتي؟ انا؟ يعني حاجه 40 يعني. ما شاء الله، لا صوتك صغير. طيب يعني تنصح بقى كل البنات والولاد بان هم يتجوزوا في سن كام؟ يعني هم عندهم كام سنه البنت تقدر تقول ايه لا خلاص انا هتجوز وافتح بيت؟ هي البنت عموما تقدر تفتح بيت من في اي مرحله عمريه، بس عشان يبقى وصلت لمرحله النضوج الكامله. والله يعني بعد ما يعني لو في الجامعه مثلا بعد ما تخلص الجامعه
مثلا لو وتشتغل كمان متوسط على حاجه مثلا يعني السن ال 25. اه تمام. طيب احنا بنشكرك يا مروان يعني، شكرا جزيلا ونورتنا وبنستنى تليفونك كل يوم وصباحك زي الورد. طيب احنا عندنا تليفونات كتير، بس على استاذ مروان هنعقب بس معانا عبير على التليفون. عبير صباح الورد عليكي. ايوه صباح النور. صباح الورد، اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا اصلا خطبه. اه طبعا طبعا لازم يبقى معانا خطبه. طب احكي لنا بقى ايه موضوع العنوسه، ولا انت بتتصرفي ازاي، بتحلي المشكله دي ازاي؟ ايوه حضرتك، انا اعتقد ان السبب الرئيسي في العنوسه هو الاهل. الاهل. بصي يعني هقول لك على حاجه يا عبير، انت اكيد بتشوفي كتير، بتتعاملي مع ناس اكتر، وبتتعاملي بقى مع الاهالي، وبتتعاملي كمان مع البنات ومع الرجاله اللي بيبقى عندها طلبات للجواز، فمين فيهم اللي بيبقى اكتر تعقيد؟ يعني احنا انت بتقولي الاهل هم يعني اكيد بيبقى عندهم مغالاه في الطلبات، بيطلبوا حاجات غاليه او عاليه جدا، مبالغ فيها على اه بالظبط كده على الرجاله اللي عايزين يتجوزوا. ولكن خلينا نتكلم بقى على طول على البنت والولد او الست والراجل، مين فيهم اللي بيعقد الامور اكتر؟ الاهل مش بيتدخلوا بس في الطلبات، الاهل بيتدخلوا في تشكيل شخصيه البنت من وهي صغيره، قابليتها للزواج او عدم قابليتها للزواج. لو الاهل عندهم مشاكل في البيت والاب والام منفصلين وحياتهم مش كويسه، البنت نفسها بتطلع متعقده وكارهه لفكره الجواز نفسها. لو الاهل كويسين قوي في البيت مع البنت معلش مش عايزين نربطها بانفصال الام والاب، يعني مش عايزين نبقى يبقى عشان ام واب منفصلين يبقى الاولاد يطلعوا معقدين، مش عايزين نربطها ده نموذج للبنت، هي بتبقى حطاهم في دماغها. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا صاحبتي، يعني صاحبتي جدا، والدها ووالدتها منفصلين، عايز اقول لك ان هي زوجه ناجحه جدا جدا، بالعكس انا ببقى شايفه ان اهاليهم بيبقوا منفصلين عايزين يعملوا حياه سليمه، وعايزين ياسسوا بيت كويس، وعايزين الحياه عندهم تستمر ويخلفوا، يبقى في اسره مصريه يعني زي اي اسره مصريه أو سليمه. ممكن يا نرمين يكون في بعض النماذج، يعني بعض زي ما دايما بنقول ان كل قاعده شواذ، فبيبقى في بعض النماذج. يعني بعض النماذج اللي انا شفتها عدم التوفيق فيها بسبب كده، يعني انا بجيب العريس وبروح بيه بدخل بيه بيت البنت العروسه وبيشوفها وبيعجب بيها وبيبقى عايز يتجوزها، بفوجئ ان البنت رفضت رغم ان البنت سنها كبير والمفروض انها في مرحله للجواز، وفرصها كل ما بتكبر في السن كل ما الفرص بتقل. طب عبير انا بس معلش عايز ارجع معاكي لنقطه، انت بتقولي انك بتاخدي العريس بتوديه بيت العروسه، انت البدايه بتعمليها ازاي؟ يعني هل انت الاول بتوريهم صوره وهما بيوافقوا بناء على الصورة، ولا على المواصفات بس وبعد كده بيتفاجئوا بيه بقى في أول زيارة؟ لا هما يعني العروسة دلوقتي ما بترضاش توري صورتها لحد، والعريس بتقولي هاتي العريس وتعالي على طول. العريس بيوري صور وما عندوش مشاكل صح؟ بالنسبة للعريس برضو اللي جد في الموضوع وعايز مواصفات معينة، لأن أنا بمشي على حسب المواصفات. لما العريس يكون عايز واحدة بيضة مؤهل عالي من اسره مستوى راقي، ما اقدرش اوديه لمواصفات عكس كده، هوديه ازاي لعروسه سمراء ومن اسره فقيره مثلا او معاها مؤهل متوسط. طب قولي لي مين اللي بيطلب اكتر، يعني الاهالي الولاد ولا اهالي البنات اللي بيقول لك مثلا احنا عايزين عرايس او عرسان؟ والله انت تفاجئي بالرد اللي انا هقوله لك، ان الولاد هم اللي بيطلبوا دلوقتي البنات اكتر فعلا. عبير احنا على فكره محتاجينك تبقي معانا هنا في الاستوديو. تحت اولا لان انا يعني معجبه بمهنتك جدا، وخصوصا ان هي لسه موجوده لغايه دلوقتي في 2016، يعني احنا في عصر التكنولوجي، فتخيلي بقى ان كمان احنا لسه محتاجين ان في خطبه تعرف الناس على بعض. طيب اخر حاجه قبل ما اقفل معاكي، انت اتكلمتي يمكن عن الطلبات الشكليه اكتر من المواصفات الشخصيه، يعني قلتي عايزها بيضه وشعرها اصفر ومؤهل عالي، ولكن ما بيتكلمش في انها تكون مثلا طيبه، بنت ناس محترمين، هتصني، يعني الحاجات دي كلها ما بتتذكرش في الطلبات؟ ما هو كل البنات اللي موجودين على ساحه العرايس يعني كلهم فيهم المواصفات دي، كلهم بنات طيبين وبنات ناس قوي، بس في الاول وفي الاخر هي الملاحظات الشكليه او المواصفات الشكليه للعريس في البنت هي اللي بتسود الموقف يعني. طيب يا عبير احنا بنشكرك جدا، وان شاء الله هننتظرك في الاستوديو معانا في صباح الورد. وصباح الورد عليك. صباح الورد عليك يا عبير. خلينا ناخد ولاء. ولاء صباح الورد عليك.
ولاء؟ ولاء مش معانا شكلها. طيب خليني ارجع لك تاني يا رحاب، وايه رايك بقى انت كنت عايزه تعملي تعقيب على هو استاذه عبير؟ طبعا انا بحييها زي ما حضرتك قلتي ان هي لسه ما زالت محتفظه بالمهنه، غريبه برده شويه صح؟ لكن في تعقيب على طبعا اكيد يعني غريبه ان احنا في 2016 واخلي خطبه برده تجيب لي عريس، او عريس يخلي خطبه تجيب له عروسه. بالظبط يعني من الاتجاهين. لكن تعقيبي على استاذ مروان ان هو بيقول ان البنت اللي عندها هدف فبتاخر الجواز، يعني هو قال جمله بالظبط ان البنت اللي بتشتغل وعندها هدف فبتاخر الجواز. لا، هي الموضوع ملهوش علاقه خالص بالهدف، الموضوع بيرجع للفكره وبيرجع للشخصيه وبيرجع ان هي لو لقت بني ادم يساعدها على النجاح بتاعها وان هو يحس ان نجاحها هي جزء من نجاحه والعكس، فهي دي الفكره. هي البنت اللي بتوصل يكون عندها هدف وبتحاول توصل له، هي ادراكا او عقلها بيكون مستوعب اكتر وبيكون متفاهم اكتر، مش بس هي بتخاف عشان الجواز والحمل زي ما انت اشرتي، لكن الموضوع بيرجع ان هي مداركها بتوسع ومعلوماتها بتكتر وان هي بتكون فاهمه الحياه اكتر، بجانب ان هي عندها هدف وبتحارب وبتحاول توصل، فده بيخليها مش تاخر سن الجواز لكن بتكون حريصه في الاختيار. لان هي لو اخطات الاختيار تبقى خسرت حياتها اللي هي العاديه كانها انسه وان هي بتروح وبتيجي. طب عبير كمان قالت حاجه، قالت عبير لا ده بالنسبه للاستاذ مروان، اما استاذه عبير بقى فكلامها لا هي يعني قالت كمان، قالت ان الاهل بيبقوا سبب من الاسباب التاخر. أيوة مفيش طبعا. بس ما فيش ام واب بيبقوا مش عايزين ولادهم يتجوزوا، هم عايزينها تتجوز بس نظره ان هم خايفين عليها ونظره ان انا عايزاها تبقى مستريحه تعيش مرتاحه، فيجي لها شبكه غاليه وشقه في حته حلوه وتبقى مفروشه احسن. البنت بيبقى فعلا ده حقيقي في مجتمعنا ليها سن معين، يعني من اول سن 20 سنه تقريبا لحد 25 سنه، مش هقول الجمل الدرجه بس بيبقى ليها عرسان كتير، وان هي بتبقى بس اقول لك على حاجه بتبقى الناس شايفاها. اقول لك على حاجه من خلال يعني خبرتي الصغيره يعني في الحياه، مش حلو ان البنت تتجوز سن صغير. يعني انا متجوز عندي 20 سنه بس مش صح. انا كنت في لقاء قبل كده في اذاعه وجالنا اتصال تليفوني قال انا اخدت مراتي صغيره عني 15 سنه، وان هو اخدها وهي عندها 16 سنه، هو كويس ومراته كويسه ومبسوطين دلوقتي في حياتهم، لكن بيقول لو رجع بيا الزمن او ما كنتش اخدها صغيره، لان انا حسيت ان انا في البدايه بتعامل مع بنتي مش بتعامل مع بني ادمه ناضجه وان هو يقدر يحملها المسؤوليه. بالزبط. وفي نفس الوقت بيحس ان في الفرق في العقل والافكار، ده بيخليه تخلص الجامعه وتشتغل وهيبقى بقى قدامها فرايتي كتير، او يعني هي بس الفكره ان هي تختار صح. يعني استاذ عبير حضرتك سالتيها سؤال ان هي بتتكلم على ان هي تكون بنت ناس ويكون شكلها كويس والكلام ده، هو حتى ما قالش بنت ناس، هو قال تبقى شعرها اصفر. أيوة وبيضه آه. ومعاها مؤهل عالي. طب الحاجات دي كلها على فكره مش هتنفعك في البيت. بالظبط يعني احنا ليه ما بنبصش لاخلاقها واخلاقها يوم ما تتخانقوا هتشوف الاخلاق عامله ازاي وتربيتها عامله ازاي احترامها ليك عامل ازاي. يعني اعتقد ان دي مواصفات اهم اللي بتكلم عنه في الكتاب، يعني احنا بنختار البني ادم على يعني. حسب ان هي تفكيرها وعلاقتها الشخصيه. مش قصدي اختار شعر اصفر، ما انا زيك ما انا بيضا وشعر اصفر. لكن ما حد يجي يختار حد ما يختاروش شعر اصفر وابيض يعني. لا ايا كان ممكن يختاروا شعره اسود، يعني الفكره بالظبط مش في موضوع لون الشعر، لكن احنا بنقول ان احنا ما نختارش الشكل من بره، ما نتعاملش مع البنت على اساس ان هي كائن مختلف في هي البيضه من بره تبقى بيضه كمان من جوه. طبعا اكيد مش هقدر اتكلم. لو هناخدها بالمبدا ده يبقى كده مش هقدر اتكلم. طب رحاب في جزء من الكتاب يعني انا قريته كده ولقيت ان في يعني حاجه كوميدي بصراحه انا ضحكت. العنوسه فينا بس ربنا بيهدينا. صح. انت كتبتي كده فعلا؟ ده حقيقي ده. تقري وتعترفي على الهوى ان انت ايوه كده العنوسه فينا بس ربنا بيهدينا. انا كاتبه الجزء الثاني من الكتاب اسمه العنوسه فينا بس ربنا بيهدينا. ازاي بقى جالك قلب تكتبي كده؟ بصي هو الاول اساسا كلمه مشروع عنس جت منين؟ عشان كده جه الفصل الثاني من الكتاب مشروع عنس، ان انا حسيت ان البنات احنا بنربيها على اساس انها تعنس. يعني الا من رحم رب اللي هو اللي اتجوز او ان هي عرفت تختار بني ادم وتكون سعيده معاه، دول اللي قله جدا. فعلشان كده احنا بنربيهم على اساس ان هم يبقوا عنس، وعلى اساس ان احنا بنفقدهم الهويه، بنخلي البنت كالصلصال. يعني لو بلد متدين تبقى متدينه وتلبس حجاب طويل وهي مش محجبه، او ان هي تبقى بتصلي طول الوقت وتقول ان انا بقرا قران والتدين. ولو هي لو هو حد منفتح وبيحب يخرج وعايز البنت اللي بشعرها مثلا او اللي بتشتغل، فهي هتبقى زي ما هو عايز بالظبط. فهي دي الفكره، احنا من اول ما بنربي ولادنا الولاد والبنات بنحسسهم ان هم لازم يطلعوا في الاخر ان ده النجاح في الحياه.
ان البنت اللي بتنجح هي البنت اللي بتعرف تكسر كل منافساتها في البنات وان هي تفوز بعريس، فده مدى النجاح. لا وعريس كمان يعني الله بقى لو متكامل اللي هو عنده كل حاجه وعربيه وكمان بيحبها. لا وسيم والفكره ان مفيش حد بياخد كل حاجه. لا يعني طبعا احنا مفيش حد ممكن يبقى ميسور، لان ربنا بييسر الامور وان ربنا هو اللي بيراعي ربنا فيها، وبالتالي ده يعني احسن دي أكتر حاجه. دي يمكن ده اكتر الطلبات اكيد طبعا. لكن فهي العنوسه موجوده كل، حتى اللي جوزوا فيهم فكره العنوسه، بس الموضوع اختلف، القدر كتب لهم ان هم يتجهوا اتجاه اخر، لكن احنا عندنا العنوسه بنربيها في اولادنا يعني. طب شفتي احنا في بدايه الحلقه كنا جايبين فيديو لواحده عملت خول، شفتيها؟ اكيد شفتيها كمان على مواقع التواصل الاجتماعي كلها. طبعًا. يعني ايه رايك في الموضوع ده؟ بص، هو انا لو انا قابلت الشخصيه دي يعني انا هسالها اكيد مدى فرحتها بان هي وصلت للمرحله دي. اكيد جوه الحياه كان في حاجه غلط. هي قالت ان هي تعرضت للذل وللمهانه وعدم الاحترام. طب انا بقى عايز هي اختارت ازاي؟ يعني ده سؤالي ليها لو انا قابلتها، هي اختارت ازاي؟ لا من اختارت ازاي دي بقى، دي عايزه حلقه تانية. ليه؟ لان اوقات كتير قوي 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 الوش بيبقى مزيف. تمام. الخطوبه بيبقى الوش اللطيف الجميل الهادي المحترم، بعد الجواز بيتحول، القناع بقى بيتشال. انا معاكي جدا في ده، بس صدقيني لو حد عقله بيقول له ان هو يتعامل مع الشخصيه اللي قدامه على اساس ان هو بيفكر وعلى اساس ان هو بيحترم عقليته وشخصيته، ويحاول لما اتقابل مع حد احاول اقراه من جوه في مره واثنين وثلاثه، اكيد طبعا ممكن ربنا يريد ان الموضوع يفشل او ان ما يكونش الشخصيه دي على حقيقتها لكن احنا بنقول بنحاول. وحاجه كمان معلش اضافه على كلامك يا رحاب، الاهل يعني اسمعوا كلام الام والاب. صدقوني الام والاب بيبقى لهم برضو نظره، ممكن يكون احنا مش شايفينها، ممكن مش يكون شايفين ان الولد ده جميل وكويس ومعاه فلوس وابن ناس وكل حاجه، بس الاهل لو قالوا لا صدقيني بيبقى لهم، بيبقوا هما شايفين طبعا. زي كده انا لما بقول لابني لا على حاجه عشان انا عندي خبره عن ابني، بس كمان ما يكونوش الاهل يعني في قصص انا سردتها، الاهل هما السبب ان البنت تتجوز عشان هما بيزنوا عليها او عشان نظره المجتمع او الكلام ده. لا انا قصدي لو لا انا قصدي رفض الاهل للعريس او يعني للزوج. انا دايما اقول ان ربنا خلق لنا ودنين وبق واحد ومخ، الحجم بتاع المخ اكبر من حجم الودن والبق، فاحنا بنتكلم اقل ما بنسمع وبنفكر اكتر ما نسمع ونتكلم. اكيد. طيب رحاب، قبل ما نختم بقى معاكي عايزاكي توجهي رساله للمجتمع الشرقي اللي دايما بيستخدم مصطلح عانس واللي احنا عايزين نغيره او نلغيه تماما من حياتنا، وكمان رساله لكل البنات اللي اتاخروا في الجواز او اللي نصيبهم لسه ما جاش وعندهم حاله من الاحباط ومش قادرين يواجهوا المجتمع، تقولي لهم ايه؟ الاول اقول رساله للمجتمع اللي بيتكلم او بيردد كلمه عنوسه، العنوسه دي احنا كلمه اكتسبناها من ناس زينا بالظبط، كان عندهم عقل وشكل زي جسمنا، بس هو الفكره ما بيننا وما بينهم ان هم جم قبلينا في الزمن شويه، فاحنا دلوقتي تطورنا بالزمن وبقينا قدام وبقينا تطور التفكير بتاعنا ونضج عقلنا اكتر واكتر بسبب التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. فخلينا بس نفكر يعني احنا في عادات وتقاليد ماشيين عليها، طب اللي عملوهم ناس زينا، نفكر قبل ما نقرر حاجه او نفكر قبل ما نعمل حاجه لمجرد انها من الميراث القديم يعني. دي رسالتي للمجتمع. اما رسالتي للبنات الامامير واللي مش امامير، حتى اللي لسه ما اتجوزوش والسن معاهم اتاخر شويه، هقول لهم انت بطله حياتك الوحيده، تحسي بقيمه نفسك كويس قوي، لان اكيد ربنا شايلك الخير واكيد ربنا له حكمه انت لازم تفهميها او تحاولي تفهميها، فان سنك اتاخر ده مش معناه ان انت وحشه، ده بس معناه ان ربنا شايلك الاحسن من كل البنات اللي اتجوزت. على فكره انت مذيعه شاطره، عايزه اقول لك انك انت مذيعه شاطره. ليه؟ لان انت عندك قدره على الاقناع وبتعرفي تتكلمي كويس وطريقه توصيلك للمعلومه بسيطه جدا. اولا دي شهاده انا بشكرك جدا عليها، وانا بحاول وبقول اهو انا قديم بدور يا جماعه على قناه عشان اشتغل فيها. ربنا يكرمك وربنا ان شاء الله مستنيين كمان الكتاب الثاني. اكيد ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا. رحاب صبري مؤلفه كتاب مشروع عانس، نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله بقى الكتاب اللي جاي برده يكون معانا هنا في واحد. اكيد ان شاء الله. ميرسي جدا، بشكرك. ميرسي جدا.